يا صباح الفل والنشاط والحيويه، صباح التمرينات، صباح الجو الجميل. والله جو جميل، والتمرينات بتاعتنا بصراحه بتخليه اجمل، لان النشاط والسخونيه دي تيجي منين يعني الا من الرياضه. فاحنا جايين نعمل تمرينات رياضيه عشان نبقى سخنين، عشان ما نحسش ببرد، عشان مناعتنا تبقى قويه بجد. ما فيش ادوار بقى، مش عايزين نقول برد وامراض وحاجات من دي. اللي بيعملوا رياضه بعاد جدا عن الكلام ده خالص. فان شاء الله نعمل النهارده شويه تمرينات بسيطه لعضلات الكتف مع شويه حركات من بتوع الايروبكس. هنروح ونيجي واعمل التمرين بتاعي اللي انا عايز اعمله. وافكركم احنا قلنا ليه المره اللي فاتت؟ عشان نكسر حاجز الملل، عشان نعمل حاجه مختلفه، عشان معدل حرق يبقى اعلى. لما بعمل حاجه مختلفه كل مره، كل كام مره، جسمي ما بيبقاش متعود عليها، بيخلي الحرق عنده اعلى عشان يقدر يفسر ايه الجديد اللي انا بعمله ده. فان شاء الله التمرين بتاع النهارده يكون بسيط، وهو نفس الستايل اللي احنا عملناه قبل كده بالظبط. تمرينات ايروبكس فيها حركه ومعاها تمرين للعضلات بتاعتنا اللي احنا عايزين نقويها ونشدها. فتعالوا زي ما اتفقنا نسخن برده المارش بتاعنا، فاكرين؟ وقلنا بشغل ايديا مع رجليا عشان ايه؟ طبعا ما حدش هيجاوبني، عشان جسمنا يسخن، مظبوط؟ لما جسمنا يسخن دم يضخ في كل حته، ما يحصلليش اي مشكله، لا شد ولا مزق ولا حاجه، مفاصلي خلاص بقت كويسه، واخده على الحركه، فيها سائل كويس عشان ما يعملش احتكاك في الغضاريف ويعمل تاكل في المفاصل. كل ده فايده الورم اب او التسخين بتاعنا. سخنا دقيقتين ثلاثه مفيش مشكلة. طيب نبتدي نعمل حركات بقى بسيطة، حركات الجانبية بتاعتنا، يمين وألمس، شمال وألمس، وارجع تاني يمين وألمس، شمال وألمس. عايزين بقى نعمل حركة لإيدينا معاها عشان جسمنا كله بيتحرك. تمام تمام، شغال برجليا وإيديا، جسمي بيسخن أهو، كويس جدا. يلا بينا نبتدي بقى إيه نعمل التمرين مارش أهو، أوكي، ونبتدي نعمل تمرينات لعضلات الكتف بتاعتنا. ناخد خطوة يمين وتاتش، واحد اتنين، شمال وتاتش، واحد اتنين، يمين، واحد اتنين، هوب، واحد اتنين، هوب، واحد اتنين، هوب، واحد اتنين، هوب، واحد اتنين، اوكي. 10 عدات وارجع اعمل مارش، وكرر 3 مرات. افكركم تاني، خطوه اهي والمس واعمل الفلاي، وارجع اهو والمس واعمل فلاي اهو اهو، كمان اهو اهو، تمام. 10 عدات بتوعي 3 مرات زي ما اتفقنا، في النص مارش بفك شويه. يلا نعمل حاجه تانية، هطلع قدام خطوه خطوه امامي، وارجع خطوه، ارفع ايدي قدام قدام خطوه ورا خطوه، واحد اتنين ثلاثه أربعة خمسة ستة، بعد 10 عدات والمارش في النص اهو، بفصل بيه وارجع اكرر تاني. ازاي؟ اخد خطوة قدام وارفع ايدي وانزلها، واخد خطوة لورا وارفع ايدي وانزلها، اوكي؟ 10 عدات 3 مرات، بفصل في النص بالمارش بتاعي، كويس قوي، تمام. نعمل حاجة تانية، يلا بينا ناخد خطوة في الجنب ونعمل تمرين تاني. خطوة في الجنب اهو، واحد اتنين، خطوة في الجنب، واحد اتنين، خطوة تاني في الجنب، واحد اتنين، خطوة تاني في الجنب، واحد اتنين. اعمل 10 عدات بتوعي ومارش مارش مارش زي ما اتفقنا. انا بفصل، ما بقفش خالص، اهدى، لا انا بهدي نفسي بس بعمل حركات عشان جسمي يفضل على طول سخن، ما يبردش في جو الشتاء اللي احنا عارفينه. فاكرين عملنا ازاي؟ اهو، يمين فوق شمال فوق، خطوه فوق خطوه فوق، تمام. 10 عدات ومارش 3 مرات زي ما اتفقنا، تمام. نطلع قدام زي الحركه اللي فاتت، قدام وارفع كتفي لفوق كاني برفع حاجه تقيله شايلها لفوق، وانزل وارجع خطوه لورا لفوق وانزل، يلا قدام، اطلع وانزل لورا، اطلع وانزل. 10 عدات ومارش مارش مارش مارش، بفصل في النص. نعمل تاني، اطلع قدام خطوه وارفع ايدي فوق وانزل، ارفع كتافي لفوق وانزل، وارجع لورا خطوه وارفع فوق وانزل قدام فوق، تمام. 10 عدات، اوكي،
مارش بتاعنا. تمام خلاص فك خالص، بسيط شوية استرتشات خفيفة. حاجات خفيفة كده استرتشات افك بيها نفسي خالص وافك بيها العضلات. كويس قوي، عملنا تمرين بسيط اهو لعضلات كتفي، وعملت معاه شوية تمرينات حركات الايروبكس عشان خاطر بعمل دمج بين حاجتين، تقوية عضلات وتمرين في حركة ونشاط، الاتنين مع بعض هيخلوني في معدل كويس قوي من الحرق بتاعي زي ما قلنا. وان شاء الله انتوا عارفين الرياضة بترفع المناعة بتاعت الجسم، فان شاء الله الواحد ما يجيلوش اي حاجة. خليكم معانا ان شاء الله جايبين نكمل نفس الجروب بتاعتنا بقية تمرينات لبقية عضلات الجسم المختلفة. شكرا لكم.